السلام عليكم. موضوع اليوم هو الدوال المثلثية. طبعا الزوايا بالنسبة للدوال المثلثية عن طريقتين للقياس، هي الدجري بالدرجات، يعني ممكن تكون 45 درجة، 90 درجة، وممكن تكون بالريديان. الريديان هو يعني يعتمد على الدائرة، اللي تكون عبارة عن باي، 2 باي، باي على 2. بس الأفضل بالرياضيات أن تكون ويا دوال المثلثية هي بالريديان مجامد. زين، على مود نطلع العلاقة بين الدجري والريديان، هنا عندي في الدائرة نصف قطرها 1، هاي دائرة صغيرة، ودائرة أكبر منها نصف قطرها R راح يكون. زين، هنا أنا أكو زاوية اللي هي زاوية ACB، وهاي زاوية ثانية أكبر منها راح تكون، يعني هي زاوية نفس القياس، بس لا، القوس هذا S هو أكبر من القوس ثيتا، فA داش معنى A داش، CB داش، فمن تطابق هذا القوس ويا هذا القوس، يعني راح نقول الطول مالت القوس A داش B داش اللي هو هذا، على نصف القطر مال الدائرة الكبيرة اللي هو هاي الدائرة الكبيرة نصف قطرها R، على طول القوس AB هذا القوس الصغير، على نصف قطر الدائرة الصغيرة، إن نصف قطر الدائرة الصغيرة هو 1. فالعلاقة راح تكون عندي S على R تساوي ثيتا على 1 تساوي ثيتا، فثيتا ممكن تكون S على R، أو نقدر نقول S تساوي ثيتا في R. قلنا العلاقة بين الدجري والريديان 2 باي تساوي 360 درجة، فأقسم على 2 راح يكون الباي تساوي 180 درجة. الدوال المثلثية الأساسية هن 6، راح نأخذ أول شيء ساين، ساين الثيتا بوا على هذا الرسم، شو ساوي؟ يساوي الواي على R المقابل على الوتر. كوساين الثيتا راح تساوي X على R المجاور على الوتر، وقلنا احنا هنا عندنا مثلث قائم الزاوية، زاوية الثيتا. وبالنسبة للكوسيكنت الثيتا هو مقلوب الساين، فواحد على ساين، يعني مكان ما يصير واي على ار راح يصير عندي ار على واي، والسيكنت هو مقلوب الكوساين، فراح يكون عندي ار على اكس. بعدين عندنا تان، تانجنت نقول له تان احنا، فراح يصير عندي هو ساين ثيتا على كوساين ثيتا. هنا نقسمهم، الار يروح يختصر، فراح يصير عندي واي على اكس، والكوتان مال الثيتا هو مقلوب التان، راح يصير كوساين على ساين، يعني اكس على واي. زين، هنا نتعرف على العلاقات بالدوال المثلثيه حسب نظرية فيثاغورس. شو يقول فيثاغورس؟ مربع الضلعين القائمين، يعني x تربيع زائد y تربيع يساوي مربع الوتر يساوي r تربيع. إذا قسمنا الطرفين على r تربيع، فهنا x تربيع زائد y تربيع على r تربيع يساوي 1 راح يصير. أقسم المقام x تربيع على r تربيع هي كوساين ثيتا، y تربيع على r تربيع راح يصير، يعني y على r ساين بس بها تربيع راح يصير ساين تربيع ثيتا، وكذلك الكوساين تساوي لي 1. هاي اول علاقة. عندي اذا قسمت على كوساين تربيع ثيتا،
هاي العلاقة قسمها على كوساين تربيع الثيتا. فكوساين على كوساين تربيع الثيتا وساين تربيع الثيتا على كوساين تربيع الثيتا واحد على كوساين تربيع الثيتا، هذا الحد راح يصير واحد. هنا الساين على كوساين هو تان، وتربيع يصير تان تربيع الثيتا. واحد على الكوساين هو المقلوب الكوساين، يعني عندي سيكان تربيع الثيتا. وبالنسبة إذا قسمت على ساين تربيع الثيتا نفس العلاقة، راح يصير عندي كوساين على ساين اللي هو مقلوب التان، راح يصير عندي كوت تربيع الثيتا زائد ساين تربيع الثيتا على ساين تربيع الثيتا واحد، ومقلوب الساين هو كوسيكانت، فراح يصير كوسيكانت تربيع الثيتا. فصارت عندي ثلاث علاقات، هاي أول وحدة وهاي الثانية وهاي الثالثة.